اهلا وسهلا بقناة رورو جيمز. اليوم رح نلعب هاي سكول سيموليتر 2018. اوكي خلاص، انا هنكون طالبة مؤدبة بدون اي اشي شعرنا رح يكون شعرنا مقرف جدا. انا بحكي عشان احكي الصراحه شعرنا مقرف، خلاص خلينا هيك. طيب مصطفى، متى الدراسه بتيجي؟ واو دقيقه، وي جايز حفله، مين بده كولا؟ مين بده اي اشي؟ هو عن جد او ماي جاد. خلينا نكمل. نو ماني. من وين بلاقي الماني؟ اوكي شايفين جايز، صرت هلا انا بدون ماني. نزلت كاميرا، شو ما تعملش كاميرا. ايوه لا، شكلي عملت بالغلط هون كمان. شو في هاد؟ سيت داون. شو بي جيفت؟ اعطوني جيفت بي. لمين اعطيها؟ لمين؟ خلاص خليك هون ببيتي، مش عارفة لمين اعطيك. خلاص مش عارفة شو هذا اصلا. طيب ممكن رسالة ايش؟ يلا دراسة. تخيل اكون لابسة زي الغلط. انا مش لابسة زي الغلط. انتوا ليش بتحكوا جايز؟ وقت الدراسة، متى الدراسة بتبدأ؟ ساعة 8 بالضبط. طب where is my seat؟ قلب انفجر. my seat، هذا my seat صح؟ ايه بس وين المعلمة؟ hello guys، انا المعلمة. اذا بدكم تحكوا اشي تفضلوا. ليش نصكم غايب؟ خلاص مع السلامة. بس نتذكر ايش؟ اوكي هذا ماي سيت تبعي، بيك اب وباي. نكمل بنشوف بعدين، بس خايف المس تيجي. طب اين المس؟ وين المس؟ خلاص جايز انا المس الجديدة، انا الطالبة الكويسة الروعة اللي مستحيل اقتل اي حد. مستحيل، ما تخافوا جايز، انا الحمد لله مؤدبة تقريبا. او ماي جاد، وين بدي؟ وين المس؟ ليه حدا ما عم بحكي؟ احكوا لي اين المس؟ تيتشر، ليه كل المسات بغيبوا او بتاخروا؟ ليش؟ وش انتي؟ شو هاد؟ واو حصة كيمياء. السلام عليكم، ساينس كلوب ليدر، جوين كلوب. وي جوين كلوب، يا ما جوين كلوب، شكلي بالغلط. ماي سيت وين؟ قسما بالله اني ما عم افهم اي اشي في الحياة. السيت تبعي ما بعرف، مش عارف شو. اتوك جيني كلوب، اوكي ما بعرف حما يكون ما اعمل جيني كلوب، مش عارفة شو بصير. واو وين مين مستكم انتي؟ جويني كلوب، ثانك
Okay, she wanna join the club. Oh, okay. شو بتحضروا؟ هاي البنت بتلعب. Oh my gosh. ايش هذا؟ او جوين كلب. اوكي. هلو. في جوين كلب ايش؟ ولا هذا بس اوكي وين ما يصير تبعي. او ماي جاد جايز مش عارفة ايش عم بيصير. اوكي ماشي بدكم تتعاملوا معي هيك المس تتأخر. طيب انا المس اوكي وين انتو هون. اوكي دقيقة بس انا بدي ماشي تعالوا عندي بيك اب دق اكس. شو هذا دق؟ انا هذا شكله ما فيه تكفي. تعالي تتأخروا يا مسات. ها بتتأخروا اصلا انتو ما بعرف انتو مين تأخرتوا. هاي غلطتهم. شايفين جايز نحن ابدا مش اشرار. ما عملت اشي انا. ما عملت شر. ما في شر. طب اذا هلا وديته هدول بس جايز نايمين. ما تخافوا نحن ما بننظف دم او نعمل اشي. هذا مش سلاحي ابدا. هذا مش سلاحي جايز صدقوني. انا ما بكذب تقريبا مكذب يعني لاني انتو كلكم شفتوه فلا. صار لي فكرة كتير حلوة بس دقيقة. تعالي حبيبتي. بشو حابة اخبي السلاح دراج. ما بدي اسوي ولا اشي دم. سليب انت سليب. شو بصير يما؟ جاي شو عم بصير؟ عجيبة. طب اس ماي سيت عشان هيك ما في ماي سيت. خلصنا دراسة. مكتوب الساعة 5:08 PM فوق عندي. لا كسؤال حبيبي. سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ لا عندك سلاح هيك. يام اوبسي. احنا عندنا دراسة. استنى هدول الناس شافوني. وين بتروحوا؟ بروح عبيتهم. بس انتوا ليش بتركضوا؟ بديش تروحوا تركضوا بيتكم. واو سيارات هاي كله بدي اشوفه شو بصير فيهم. يا عم احكي لي وين انتو الثلاثة وين بدكم تروحوا؟ وين؟ بعرف بيتكم بس لكن ليه بتجروا؟ استنوني.
استناني. ايه قتلوا جايز؟ شفتوا شو هذا اللي عم بيصير؟ ايش عم بيصير؟ اظن راحوا مكان تاني يعيشوا فيه. خلاص طب انا بقدر اسوق سياره. يما كيف مش عارفه والله. والله هيك. او ماي جاد هاي الشرطه. ما اقدر ادعسكم؟ لا والله بقدر ادعسهم. اوبس. طيب ونشوفكم في الفيديو الجاي. باي.